كابتن هيثم حجاج من الناس اللي بقالهم كتير جدا في مجال الويت ليفتنج والفيزيك ويعني في الجيم. ازيك كابتن؟ ازيك كابتن؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. انا يعني حابب برضو تعرف الناس اكتر على نفسك. والله انا بدات انا اصلا كنت ليا عندي خلفيه عسكريه، انا كنت في القوات الجويه اشتغلت 12 سنه، وبعد كده حياتي اختلفت تماما. سافرت بره انجلترا وبقالي 6 سنين عايش هناك، بشتغل في مجال الامن وعندي شركه امن وعندي شركه تانية بتاعت الجاك اوتفيترز بتاعت سبورتس وير وجينز عشان برضو الناس اللي بتتمرن الفتنس وكده. وبقالي 6 سنين بعمل كده. تمام. انت برضو تريننج بارتنر لكريستينا، بتتمرنوا مع بعض بقالكم؟ هو من اول لما انا سافرت الاول واحنا بنتمرن مع بعض على طول، النيوتريشن مع بعض، وبنظبط كل يعني قبل اي كومبيتيشن قبل اي حاجه بنظبط التوقيتات بتاعه التمرين يعني عشان الخلفيه العسكريه برضو، الانضباط والوقت والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها ساعدتني لما انا دخلت في المجال بتاع الفتنس وكده، فساعدتني ان انا يبقى الوقت تاكل في وقت معين، بتشرب في وقت معين، بتنام في وقت معين. كل الحاجات دي ساعدتني طبعا عشان خاطر الخلفيه العسكريه. يمكن انت بتقول عشت في انجلترا 6 سنين وكالتشر هناك غير كالتشر هنا. اه طبعا مختلف تماما. احنا عايزين نظبط ايه في الكالتشر وخاصه في الحته بتاعتنا بتاعت الجيم والرياضه. يعني اكيد انت بتشوف الفرق ما بين هناك، يعني احنا هناك في كريستينا وفي اسامي كتير جدا وعامه في العالم كله، وهنا في مصر بنلاحظ ان الاسامي خاصه في السيدات قليلين. بالنسبه للسيدات، هو السيدات عشان هنا طبعا عندنا في مصر الناس فاكره ان اي واحده ست بتلعب رياضه دي عندها يعني ايه هتقلب راجل يعني. فالموضوع مختلف تماما، بالعكس ان اي واحده بتلعب رياضه دي بتبقى بتحسن من الدوره الدمويه بتاعتها وبتحسن من الجسم بتاعها ومن عضلاتها بانها بتنمو باسلوب تاني خالص. فكل الحاجات دي بتبقى عامل مؤثر جامد جدا على ان البنت انها بتاخد بالها من نفسها، بتاخد بالها من اكلها والحاجات دي كلها. فمفيش الموضوع الكاتيجوري ده بقى يعني ليفل اعلى بكتير جدا. يعني متهيألي كل واحده تقدر تتحكم في الماسل ماس بتاعها او في كميه العضل اللي هي عايزه طبعا. الاكل اللي يعني مش مجرد ما هتلعب بدمبلز او بويتس خلاص هيطلع لها عضل وهتبقى. لا طبعا، لا طبعا. الويتس والاسلوب التمرين ووقت التمرين والاكل نفسه، ده الحاجات دي مهمه جدا ان انت تعرف ان انت تسيطر، انت عايز ايه بالظبط. فهو ده اللي عامل الاساسي يعني. يعني شفناك برضو بتتمرن مع كريستينا هنا اهو. في فرق ما بين الراجل والست وهما بيلعبوا في اللعب؟ والله انا مع كريستينا ما بشوفش فرق. لا هو صراحه هتتمرن تمرين كعضله، هي العضله الموجوده عند الراجل هي اللي موجوده عند الست. فالتمرين ده ما بيختلفش. الراجل طبعا بيبقى عنده القوه العضليه اقوى شويه لعوامل تانية، فهو بيقدر يشيل اوزان اكتر، بس الست عندها قوه احتمال اكتر من الراجل، فدي بتعادل ليه يعني. هي اللي بتلعبوا على الكور اكتر برضو في وقت من الاوقات. الكور مهم الكور جدا، بنلعب عليه لان هو معتمد على يعني اي حاجه معتمده على الكور بتاعك. وانت بتلعب رجلين وانت بتلعب اي يعني اي عضله انت بتلعبها معتمده على الكور. في ناس تفتكر يقول لك لا انا بلعب العضله ديت مش معتمده على الكور. العزيمه بتاعت اللي انت اللي هي السترينث القوه بتاخدها لما بتبقى شادد جسمك كله، جسمك كله بيبدا من اول تحت لغايه فوق. فانت مش هتقدر تعزل الحته بتاعت الكور ديت. فلازم تبقى مركز عليها كويس جدا لانها بتحميك كمان من الاصابات بعد كده. ايه من العضلات المفضله عندك اللي بتحب تتمرنها؟ طبعا اي مصري الاشكال. المصريين طبعا بيحبوا الباي والتراي والبنش. انا بفضل الكتاف يعني احسن العضله المفضله بالنسبه لي. تنصح ايه الناس اللي لسه بتخش المجال عامه بتاع الويت ليفتنج او الفيزيك عامه؟ الناس بتخش، في ناس بتخش الجيم بتبقى ما عندهاش يعني، هو بيخش عايز يتعلم بس كل اللي بيتعلمه ان هو بيسمع من حد تاني ويفضل يشتغل على السمع بتاعه. انا اقول له علم نفسك يعني، اقرا، شوف انت هتعمل ايه، اللي انت هتعمله حد قال لك حاجه
بص عليها، اعمل عليها سيرش على الانترنت وبص عليها اعرف انت بتعمل ايه بالظبط، مش تاخد كلمه من حد وتبقى بتعملها كده وخلاص. صح، وخاصه ان الواحد بقى سهل جدا ان هو يعرف يتعلم دلوقتي طبعا. اذا كان ثرو انترنت او ثرو قرايه كتب طبعا. او ثرو الناس المتخصصه زيكم يعني اللي بيبقى عندهم ويب سايتس وبيبقى عندهم يعني اكيد اونلاين كوتشنج. طبعا بيبخل على حد باي معلومه لو اي حد سال ولا اي حاجه في المجال ده يعني بالذات. بس طبعا ان الواحد يعلم نفسه ده اسهل حاجه واحسن طريق، مش ان هو يسمع من كلام حد او اي حاجه. بيتهيألي برضه ان الواحد لو اشتغل على سمع غلط ممكن يعمل حاجه غلط، ممكن يأذي طبعًا نفسه. طبعا طبعا بيحتاج ان الواحد يتعلم على طبعا. طب انا عايز اسالك سؤال، انت ممكن بقالك قد ايه في الفتنس وفي الجيم؟ 6 سنين. بص انا يعني طول عمري في الفتنس من وانا بحكم برضه من وانا صغير وبحكم طبعا الخلفيه العسكريه ان انا كنت في بخدم في القوات الجوية. فالرياضة دي شيء مهم جدا، وصحتك دي أهم حاجة عندك لأن دي رأس مالك يعني. أنت كأي طيار بيبقى هو ده رأس ماله صحته، فلازم تبقى واخد بالك من صحتك كويس جدا، تاكل إيه، بتشرب إيه، بتعمل إيه في حياتك كلها. فطبعا أهم حاجة عشان تاخد بالك من صحتك هي الرياضة. سؤالي بقى اللي كنت هسأله لك، لغاية النهاردة لسه بتتعلم بعد كل السنين دي؟ كل يوم كل يوم بيتعلم طبعا. يعني الواحد بيفضل يتعلم على طول طبعا، لازم كل يوم بيتعلم حاجه جديده، بيتعلم من الصغير قبل الكبير كمان.